أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف العاشر، هذا هو الأسبوع السابع. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال هذا الأسبوع، الأسبوع السابع. كونوا معي. كما يظهر أمامكم، فالتمييز هو موضوعنا. سنركز على التمييز المفرد، وهو ما يفسر اسماً مميزاً مبهماً قبله، يدل على عدد، وزن، كيل، مساحة، مقاس. كما العدد، كما أعطني 13 قلماً، وزن، كما اشتريت طناً قمحاً، كيل، نحو شربت لتراً حليباً، مساحة، نحو زرعت هكتاراً أرضاً، مقياس، نحو اشتريت ذراعاً قماشاً. الكلمات التمييز هي قلماً، قمحاً، حليباً، أرضاً، قماش، وهي أزالة الإبهام عما قبلها. سننتقل بعدها إلى نص إثرائي، وهي قصيدة الشاعر علي محمود طه: أخي جاوز الظالمون المدى، فحق الجهاد وحق الفداء. هذه هي أبيات القصيدة. أخي جاوز الظالمون المدى، فحق الجهاد وحق الفداء، أنتركهم يغصبون العروبة، مجد الأبوة والسؤددا، وليسوا بغير صليل السيوف، يجيبون صوتا لنا أو صدى، فجرد حسامك من غمده، فليس له بعد أن يغمدا. أخي أيها العربي الأبي، أرى اليوم موعدنا للغدا. أخي أقبل الشرق في أمة ترد الضلال وتحيي الهدى. أخي إن في القدس أختا لنا، أعد لها الذابحون المدى. صبرنا على غدرهم قادرين، وكنا لهم قدرا مرصدا، طلعنا عليهم طلوع المنون، فطاروا هباء وصاروا سدى. أخي قم إلى قبلة المشرقين، لنحمي الكنيسة والمسجد. يسوع الشهيد على أرضها، يعانق في جيشه أحمدا. أخي قم إليها، نشق الغمار دما قانيا ولظا مرعدا. أخي ظمئت للقتال السيوف، فأورد شباها الدم المصعدا. أخي إن جرى في ثراها دمي، وأطبقت فوق حصاها اليدا، ونادى الحمام وجن الحسام، وشب الضرام بها موقدا. ففتش على مهجة حرة، أبت أن يمر عليها العدا. الشاعر علي محمود طه، المهندس المولود عام 1901 في مدينة المنصورة في مصر، تعلم في الكتاب وحفظ بعضاً من سور القرآن، ثم انتقل إلى المدرسة الابتدائية والتحق بعدها بمدرسة الفنون والصناعات التطبيقية. تخرج عام 24 و900 مساعد مهندس معماري. الأفكار الرئيسة في قصيدة أخي جاوز الظالمون المدى: تعدى اليهود المحتلين وتجاوزوا في ظلمهم لأصحاب الحق والأرض، النداء والاستغاثة بالإخوة العرب وشحذ هممهم للدفاع عن الأراضي المقدسة، عدم الخضوع والاستسلام واستكمال طريق الشهداء الذين ضحوا بدمائهم في سبيل التحرير، تعظيم الوطن ورفعة شأنه هو من ومن ضحى وافتدى دمه من أجله. جاوز
هنا المعاني أفرط يغصبون يأخذون قهرا صليل هو صوت السيوف صدى الصوت الناتج عن الفراغ غمد هو بيت السيف الغمار مكتظ مرعدة مخيما ومهيب ومهيبا الحمام هو موعد الموت والقضاء الضرام النار مهجة هو خلاصة الشيء وأساسه التمين الوغى جلبت الحرب وضجيجها الناتج من القتال. هنا أيضا سنطرح الصور الفنية ونستخرج التشبيهات الموجودة فيها وهذا ما سيكون معنا في الحصص للأسبوع السابع إن شاء الله. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.